مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج نبض الكرازة. كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ونحن في أول أسبوع من عام 2015. يسعدنا أن نقدم لكم في نبض الكرازة الجزء الثاني من حلقات الحصاد الموسع لأهم ما شهدته كنيستنا القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث لعام 2014. قام قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بسيامة أول راهب منذ تجليسه على كرسي القديس مرمرقس الرسول، وذلك ضمن صلوات القداس الإلهي بدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بمنطقة أوبرتبين بروم بفيينا صباح يوم الجمعة الموافق 7 من شهر نوفمبر الماضي. هذا وقد شهد نفس اليوم استقبال الرئيس النمساوي دكتور هانس فيشر لقداسة البابا وعدد من رؤساء وممثلي الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الكاثوليكية في إطار اجتماعات هيئة برو أوريانتا بمناسبة اليوبيل الذهبي للهيئة. هذا وقد قدم قداسة البابا هدية تذكارية لرئيس النمساوي عبارة عن طبق عليه نقوش فرعونية. ميشيل ديميان تابع. في صباح يوم الجمعة 7 من شهر نوفمبر الجاري قام قداسة البابا المعظم الأنبا طوادروس الثاني بسيامة أول راهب بيد قداسته لاحة طالبي الرهبنة بدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بأوبرزيبن برون بالنمسا باسم الراهب سيودور الأنبا أنطونيوس، وهو أول راهب يتم سيامته بالدير منذ الاعتراف به رسميا في جلسة المجمع المقدس في شهر يونيو عام 2013. وقد ألقى قداسة البابا كلمة عميقة عن فلسفة الرهبنة القبطية. بعدها صلى قداسة البابا القداس الإلهي بكنيسة القديس العظيم ماري مينا بالدير، حيث قام قداسته بتعميد بعض الأطفال وسط فرحة الجميع. وفي نفس اليوم ظهرا ذهب قداسة البابا لزيارة القصر الجمهوري بفيينا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية النمساوي الدكتور هاينز فيشر الذي استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني بمنتهى الحفاوة والترحاب. وقد رافق قداسة البابا نيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا والقس أنجيلوس إسحاق سكرتير قداسة البابا حفل الغزاء الذي أقامه الدكتور هانز فيشر رئيس النمسا لقداسة البابا وعدد من رؤساء وممثلي الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الكاثوليكية في إطار احتفالات هيئة البرو أورينت بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها. من العاصمة النمساوية فيينا، ميشيل ديميان لقناة سي تي في. مشاهدينا، كانت هذه حلقة حصاد موسعة لأهم ما شهدته كنيستنا القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث عام 2014. كل عام أنتم بخير، شكرا لكم وإلى اللقاء.